بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفاه. فحدثني جمع من الشيوخ، آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سيوم من عينة، عن عمر ابن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عامر العاص، عن عبد الله بن عامر العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقام أصول المتون، خاصة رسول الحديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، يفوزوا بسعادة العاجل والآجل. فهذا هو المجلس 50 بعد 200 مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة 2 الموافق للثاني من شهر جماد الأولى عام 1443 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بكتاب 40 وانتهى بسنن الصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان ومجلس كلا وبقول إيكونتنات مجالس المكان شرح قبل كتاب سنن النسائي. هابين كانوا هابين سنين كنا بيقن لبضى جماد الأولى كنا فربقول يوم سيد حيافان في جنة بيقن صلى الله عليه وآله وسلم حالي وحان شاقنين يسود انتهي، لكن كوبا إهيد سيد موقتة. وعن قصة جنة كتاب القسامة باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. باب من اقتص قفك قصاص قاته أو أخذ قات حقه وحق إذا دون السلطان، قفك مضح دعه وما ملك ومضحايه. لأنت قف أي قصاص إنه قته أي واجبتي قعن بالك قوي نف بالك قوي وما إلى ذلك. إل بالك سوري دي قفك إساق مركة إنه قصاص خطه أو قصاص تأيه قته إيادة أونا قفك مضح داه أو ما ملك هايا أوسن لجرن أما با لفرين أما فرينين. بحكو سار ربابك ربابي إمام النسائي عليه رحمة الله مسألة الآن وحو قضاه سقى إن قفك قصاص هدي مربع واجبت ما كي واجبتوا حالك يا أبا إنا هذا إن قصاص إذا يكون واجبت هذا مريض أي الله يا أبا قصاصنا يكون واجبين هدي قصاص أي واجبته إن السقى وقصاص تريدين كرو أي إمام كقضاء عليه رحمة الله. لكن جماهير أهل العلم وقار حتى اتفاق أي سون نقليا لديها واتفاق فقهاء المدينة إن قفك أوسا قصاص فلين كرين بدون الإمام قفك قفك عنك جري أنه عنك جري أيضا إمامك أوسا نقين أما قفك ما لحدا سحماها محاكدا عكدا لأرنت أيضا وحاكدا لأني حدود أوكالي قفك محوها زينيستي يا الله روائين محوها كوغا حدك قفك إمامك ما لحدا مسلمين تأوغان كوهايو قفبا وحاويان قف دلي يا حد قفك سقها أما قفك اللوج عن جليه كأو كله يراه ذو أمرك الله حكم كذب أما إمام قف تركيز إياه محو عوانتي سقدو كلمين ثافو ليزو مرك وحكم الله هدي مرك قف والبقو قف كريبو جيست ويسقى كجوته أنت هبا يرات الدم بأن لهين إن لجو حد قدبه كذبنا إلا الله قد اكتو بيجو حد قدبين ويسقى يجو حد قدبي استجا وحويان حد بيجقلي وما إلى ذلك حق حد بيجواجبي مركب فوضى وحدعة وحويراته سكون حياة أبدا. وهذا الصومالي ذا طبعا كذا قف بقف لجد لي كذبنا استجا لفت الكيسة أي مركب حد كأفسني عدو كأفسنا أنا ما هنعد اللي بكو جيزته عد على عد دجان وعد اسمحوها يسكون هاي بهين أيو كفو شني لبوين بقى إيمانا مركب. لذلك وحياها مصطلحات كهذا لجاي قرنا أما بقى رجال عام كا ودن جاوا حكمي ده شرعي جعانت هذا كوك قاضني كاس شرعي جعانت هذا كوك قاضني زاي دهان أو سواحي لو تغنن مركب حويان معناه روحيت هاي ده بالجو جيستي قف كوك جيستي أنا هو بدلني سود دعوي أو برسس أمر أو حسي كرجل ده وفعلا هدي لسود يدتك وقف الله قف كده كوك جيستي أنا عدو كي وضوا مريسو وحكرا الله لبات وين مركب وحي ده بهو القف كلو جيستو وحد يوح الله محمد هل ماله وإن
cid xadka asaga u fuliso oo madaxnimo hayso loo helo weeyaan. بعض أهل العلم وحي قبان أيوة دريشان حديث كحالي قفكي إشي محو أساس دلال كالباب كسو إيقا عورات داوراي إن إشي لقى سوريد أيوة دريشان وحي قبان إن أي بنان تأرين تايضا سيدا ويوانو إمان دونها إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث كفر نزداد بغلي لحنانات وحديث صحيح. قال الإمام النسي عالم تلاقى محمد بن المثل العنزي وثقة حافظ قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري وصدوق ربما وهم قال حدثني أبي أبيه وهشام الدستوائي وثقة تفتر بهم القدر عن قتادة ابن الدعامة السدوس البصري عن النضر ابن أنس ابن مالك وثقة عن بشير ابن نهيك السدوسي وثقة عن أبي هريرة عبد الرحمن ساخ الدوسي رضي الله تعالى وراوية الإسلام عن النبي نبي بن حكور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري من اطلع قفك داودة أما في إرصده من اطلع قفك في إرصده أما داودة في بيت قوم قال قريقود بغير إذنهم إذن الآن توضى وفك في رصده وففقه أي ردان عينه إشيسا فلا دية دية ومسكنا له إسقا ولا قصاصة وح قصاصة هابي راتو اللي هي نمالها ويان قولي داد أي ليين أيو آير محوها إسقا لو إدمن إنتو محوها الباب كي أما صوفرتي قولها بسودة حيستاق إسقا داوضي أما وحا ويان ميل داقتك سو إيقي ومحارمتي عوراتك إسقا لو أقلان إشي ألقا سو ردي وغطر وحيابها يعني مرك قار كذا عطولين كحكمت إيو مالها باديها قفكو حلاقي إنه يقول الصقر الدلق أقل له الرياء وقت الباب يحملها وحلاقي وقف مركو الباب أنتوا دلق صدق صدق هذا السلام عليكم وير هذا تذكر باديها وبنا أنت وايد عضة مركا تذكر صغتر يكون جيران هذه نهلا جسوري مركا دي كلام ما كنا وامتحان الله المستعان مر يا ها kaas adaran mid ka hadlay hal waa qofka moqta kan qofki soo galay waxa la yaabaa inuu idin rajayna inay meesha awra ay jirno rajayna waxa ma ila dalika taawilaad baa loo raadin kara moqta laakiin ha ha inta badan ha laakiin albaab kale soo eega oo dowl kale soo eega inta badan waa albaab xiran ha albaab xiran waa marka dad albaabada xirtay oo loogtay oo muxuu aha qatarka gashtay ila muxuu aha daaqadii saa looga eego waa mushkilada وفق يا ها هي ها هي صار مغط وايا حديث أفرق سيدات بقالية كوي اللي احتناده حديث صحيح. قال الإمام النسائي عن الله محمد منصور الجواز ويوم ثقة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد هي عبد الله بن ذكوان ويان عن العرج عبد الرحمن بن هرمز لبض وثقة وثبتة عن أبي هريرة عن النبي نبي بن حجر صلى الله عليه وسلم قال نبي حجيري لو أن امرأة قف هدوه اطلع صوفيريو او غورغي ومخو اها اي ماشي استورنيد وداودو بغير اذن اذن الان وقفكي marka daaqadi ii wixii meelaha kasoo muxuu wax daawanayo meelahi dulalay ii meelaha kasoo eegaaye daawasho caadi ah oo fiiran caadi ma ahane fa khadaftahu kadib adfin taliso fa khadaftahu adfin taliso ama atogato أو فقعت عينه وشيء سأتورده ما كان مهن عليك كل هذا حرج ونح وليس واحد دنبئة كان مسوا قاري ويان وقال مرة مرنا وحيري سوقا صلى الله عليه وسلم أخرى أكله جناح ما عليك حرج أو ما عليك جناح وح أو محوها وليس هذا يراتك كان مسوا قاري ويان سأصلنا بقول صلى الله عليه وآله وسلم حديث أفرق سيدات بقول يوم لبي اللي احنا ندو حديث صحيحة. قال الإمام النسي عليه تلقى محمد المصعب الشامي وصدوق قال حدثنا محمد بن ورك الصوري وثقة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وصدوق كان يحدث عن كتب غيره فيخطئ عن صفوان بن سليم المدني وثقة ثبت عابد رمي بالقدر عن عطاء بن يسار الهلالي مولاهم ثقة فاضل صاحب مواعيد وعبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان أنه أبو سعيد كان وحا يسلم كذا فإذا واب يضرب بابن ويل أولي مروان ابن الحكم أود علي يمر ومر بين يدي هرتيس أبو سعيد يدو كان أي عنق مروان ابن الحكم ومرك أيضا أنها مقالة المدينة أمير رؤى قبنة رؤى أود علي أي هرتي مرى فدرأه وإسكر يابي فلم يرجع كمال لابن انتو ريابي أيها مرلوات سؤال نقضي فضربه مركز قرعي
أما أرباحي إن له قرفته انزاح التعبير كو. فخرج الغلام عنه بحي يبكي يسقى أويني أيو بحي حتى أتى إلى وتقى مروان مروان أيو قلي فأخبره مركز سؤال كل شيء وش كل عي أرباح ذي كل عي نبر كل عي وش جاي. فقال مروان وحيري لأبي سعيد وحقير ولا سدعوا يا أبي سعيد أو سعيد مكتب لما محابد ضربت أو قرعدي ضربت ابن أخيك ولك ويلكيزا محاد أدي شيء أو قرعدي. قال وحير ما ضربت ما نقرعن إنما إن كلام ما ضربت حنقرع الشيطان الشيطان أيان قرعي عنق مقرعين الشيطان أيان قرعي. سمعت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسأل أيان كبغلي إذا كان هدوء هذا حدكم متكين في صلاة صلاة أو فأراد أودونا إنسان قف يمر إنه مر بين يديه أرتيز إنه مر هدوء دونا فليدرأه فيدرأه وحريبا يا ما استطاع أنت أول سمعك نرك محوها إن هذا ساق عذر الله أو لا تاج تاجه فيدرأه وحريبا ما استطاع أنت كرم فإن أبا هديد إذا ماشي إسكسوا مقيقه فليقاتل هلا دجال ما فإنه إسق الشيطان وشيطان. أبو سعيد مرك دعوه ما جينني كعندي سمحوها كفر شذي أمر النبي كفر صلى الله عليه وسلم مرك إمام بعود ليشنا يا هل كاسقفك حق يسئنوا قاضن كرا وقصاصن كرا يقاضن يا عليهم رحمة الله جميعا. باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن. باب ما جاء وحو إماذا يباب كانوا بابيهي باب ما جاء وحو إماذا يباب كانوا بابيهي في كتاب القصاص كتاب كلو يقان كتاب القصاص كسو أروري ومن المجتبى كتاب كان هدى عنها إنه حالي هذا المجتبى سنن النسائي بس لم يجر هذا المجتبى نوالو يقانا كتاب هو إلى هنا محوها السنن الكبرى أيالي هذا هو أما سجع الله سوى قابيو أما هو الله تحريريو أما هو دي وحيا وديريها كجرنا وما إلى ذلك مركة حول إمامك عليه رحمة الله كتاب المجتبى أحاديثة كجرتة وقصاصتك هل ليزو أولن كؤلن السنن الكبرى يبابك نبابي سنن الكبرى هو إن حديثة كجرنا كجرتة أولن كتاب القصاص ويان باب ما جاء وحي بابك نبابي في كتاب القصاص كتاب كله يقار القصاصة وحي كسو أروري ومن المجتبى كتاب كمجتبى له يقار وكتاب كسنن النسائي وصغرى آهي مما وكمدة مما كمدة ليس أنا نهين في السنن سنن الكبرى قوينة أن كؤلن تأويل قول الله عز وجل سيدوك لفسرتان لفسر قولك الله عز وجل ومن يقتل قفك الدلو مؤمنا قف مؤمنا متعمد حاله يمد قصدي فجزاه أبالك جهنم وجهنم خالد حاله كوارا فيها قدهد وكواري أي أن إلا فسر يبابك أنه بابيه مرك اللباء الرموت أي إمام ماشي سعر ريي قضبك الكوبات أحاديث كتاب المجتبى وكتاب كان عندنا كو هيناء قدت الله وكتاب القصاص سعر ورتي ونن كوئل كتاب كوئل هاي واصلنا الكبرى كو وإمام النسائي لا بد أسكله كان لبعضنا وحاويان قولك الله إلا فسره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية حديث أفرز داد بغليو سدح إلى حديث هذا حديث صحيحة قال الإمام النسائي عالمت الله أخوانا أبو عبد الرحمن إمام النسائي مامرك قال إمام النسائي باشر ما قال أبو عبد الرحمن لفظا منك ابن السني ومرك ابن السني ويان منك هذا الكاتها أو حروقي الإمام النسائي وكتاب كوريي قال ابن السني عليه رحمة الله حدثنا وحنا ورمي أبو عبد الرحمن النسائي لفظا وليبا وحنا ورمي طواق إيه الشيقيد ما هن قرال قالوا في الأنباء محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد جعفر وغندر قال حدثنا شعبة وإمامك عن نصير المعتمر عن سعيد بن جبير قال سعود دموة تقنوا ورق أيما وأثباته قالوا حير سعيد بن جبير أمرني وحي فري عبد الرحمن ابن أبزة ننكل إلى عبد الرحمن بن أبزة يا فري أن سأل إلى ويدية ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هاتين الآيتين لبضا آيضوت إن وحكسوا ويديو أيو إفري سعيد بن جبير أيا وح وحدري وحدري رمك عفوا عبد الرحمن بن أبزة أيا دري يودري عبد الله بن عباس محو ودري لبضا آيضوت صوص عطينه معنى هذا سوي ديو كو. ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل قف قد مؤمنا قف مؤمنا متعمد الحال ويمد قصدي وكس ويلي فجزاء ذلك جهنم ويان فسألت أم ويدي مرك سعيد بن جبير وحولي وحام ويدي عبد الله بن عباس فقالوا حيري لم ينسخها شيء وحنا من نسخين أو آي الله نسخي ما أهم ويان. وعن هذه الآية أيضا إن ويدي أيو إفريو وآيات الله بعد والذين كوي لا يدعون أنا لتوغين ولا عبدين مع الله ألوين جركيزا إلها معبود آخر أيكلا
ولا يقتلون آلا دلين النفس نفعا دلين التي نفسه حرم أو حرانيا الله اللوين إلا بالحق حق إن يكد الآن معينة إلى آخر الآية كذب من مركز دنبأ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كذب ميس إله سبحانه حسنات إله سبحانه وتعالى كو أيها دنبي يدد وحوقه بدلا وناك أيها بدلا أيها كذب ميس هذه أي بتوبة كينان ويسلح لإمادان ويالله سوى النقضان إنه إله يقول بدلا وحانا كجري ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك أرنك قفك سمعي وشرك الله إمادان أو قتل الله إمادان أو حوز زنا كدعة أو فلان يلقى أثاما دنبي أي الله كلمي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا عذابك يا الله بلا ما أنت قيامة ولما وكوا ريا استجوا الدليسا وقال له إيه نيستي كدم حاجة دنبي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا كدمنا فأولئك كوا يجا يبدل وبدلي الله ألا وين سيئاتهم دنبي يدودي حسناتي وانا برب يقول بدلي شرك إلى إمادن دلا إلى إمادن زنا إلى إمادن لمحوها دم بوين كرن مع ذلك إله سبحانه وتعالى يوصل النقضين توبة إلى إمادن وحي أردنه حلقه بدليا حسنات بلقه بدلي أيضا ما ويدي كو عبد الله بن عباس بلقه ويدي رضي الله عنه قالوا حين نزلت في أهل الشرك تدك أهل الشرك أي كسوة دكتي نسخ من يكشك ميا مرك إنو سنقفك قاتلك توبة لهين قف عبد الله بن عباس لقبه أو صحابة النبيين أما سلفك قالوا ما هي مقرتين آيات وعدها هيبة واضح جدا مرضى وحديد آيات مكة كسوة دكتي أهل الشرك علماء وحيدها كل آية نزلت في المشركين تجر في ذيلها عصاة المؤمنين آيات كستاء كسوة دكتي مشركين وحي جيداني سأو محوها رمود إيو إيه فردا بواه مؤمنين تكوا ضع مسلمين تكوا ضع عصاد وعسيالك مركو أود هانت هو قد كست أصفات على جهله أود هانت حتى هدي أي أهل الشرك كسوة دكتي لكن حويان والذين لا يدعون مع الله إله آخر كو وصفة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وصفة كلا ولا يزنون يعني وازدوت الله يحرر وازدوي لنا وهي حديثك نعم يا شيخ ها ها وكو عليا وحويا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كو ولا يقتلون نفس يقتلون نفس النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما حكى روه لي يا سد أحداث يا جا وأكو يا دم بيدي شركي وأحكي ما جرى قتل نفسي وبالفعل حيلت زندي أنت هو إن هذا ده أبد موبقات كهيه تقولوها اللجمي نمبر ون نمبر تو نمبر تي ها نمبر هذا كوبات أي واحد يقف كلا إما هذا دم بيدي هذا كل عي وحويا ولا عذابيا ولي بقى يسقى الله الله بلابي ولي بقى يسقى الدنيا سنة كواريا أنت أمر لي لي وحال دمتك إلا من تابا قفك سد أحداث كميت هو توبة كينا كو كلا أوربا إيو فلان إيو وإيو الله ميت إلا من تابا التوبة كينا ما ينو آمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إله سبحانه وتعالى سيئات كودي حمانت كودي حقوق بدلا حسنات وبوس كما دابا إتوب الله إما ذين حمانت بإله وناقو بدلا وهو يان دمي قضي الله دافا وماشي ربو على قتر ترا سيدا ويان عبد الله بن عباس مركو حقوق بقى آيات هراء يقول دقين يمد عندما مقابا بدا وحولا أنا قرام أخو سيس أهل شركة شغل كل هذا تدك قال الله ويان أنا شغل كماله ما قرتين ساس ويان ها هي حديث كفر كن سداد بقول يوم أفر إن إحدى حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا أزهر ابن جميل الهاشمي وصدوق يغرب قال حدثنا خالد بن حاتم الجيم وثقة قال حدثنا شعبة إمام عن المغيرة بن نعمان وثقة عن سعيد بن جبير رحم الله الجميع قالوا حير سعيد بن جبير اختلف وحائس خلافي أهل الكوفة خير كوفة يا خلافي كوفة وحائي هيد مقالة أدي أنت بصرة مقالة هذا عاصمة اللبات ذلك عراق وبصرة صومة مركب بغداد لقيت تجمع مقالة اللبات وين وبصرة مقالة بصرة مقالة أدي أنت ولا يرى كوفة يا جرجرتي وحتى لذلك النحويين تذكر أهل النحو ذا لما تهب البصريون
والكوفيون غير كوفي غير بصري كليين مرك مجاله وين وحي هي طعمه ولا يقن لكن هذا مجاله جرته ما هو يترترنتي وهي بس بشيء لذلك هذا نحو هذا مرك ليراده نحو هذا مذهب البصريين اي مذهب الكوفيين وحقات وحق بدن ومشهور هو لا يقن او طريقه هذا ان وحكو برنا بقى مذهب البصريين كوفيين تمرك سي مجاله وترترنتي اي مذهب كودر وترتر ما مرينا مركا مجالها سكوفة وهي مجالها ضيقة وهي ها هي قالوا حين اختلفوا على اسخلافة الكوفة أي اسخلافين في هذه الآية أيضا اسخلافين ومن يقتل مؤمنا متعمدا باسخلافين فرحلت إلى ابن عباس عبد الله بن عباس بن أسو صفري انتوجوا عبد الله بن عباس اللقيس حقيوة مكة مكة يا سلقيس يهيد مركة دم موكتة ومدرسة مكة ومدرسة المدينة ليرها ذا مرك لك القاضي عبد الله بن عباس سلقيس وحي هيد مكة فسألت مكة سان ويدي مكة هل كازين دام كوفة كسو بحي يعني مكة وي ماذا يو فسألت عن ويدي أيضا سان ويدي فقالت حجري نزلت وحي كسو دكتي ونزلت وحي سو دكتي في آخر ما قرآن كي قدن بي في آخر ما أنزلت ها هي أيضا نزلت وحي سو دكتي في آخر ما أنزلت ما أنزل يقرن أنزل تام كجتا نزلت وحي ويسودكتي في آخر ما شيء كان أدن بي أنزلت لسودجي يعني آياته أدن بي القرآن كله سودجي أي محوها كميت هاي أو كسودكتي وما نسخها شيء وحنا سخينا مجرا ويا إن لو عمل فلا يقبل إمامك عليه رحمة الله رضي الله عنه ورضاه حديث فرنسي زاد بقول إيشاني اللي حدنا هذا حديث صحيح قال الإمام أنت أخبرنا عمر عن فلاس وثقة حافظ قال حدثني أحمد بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج قال أخبرني وحي والرمي القاسم ابن أبي بزة وثقة عن سعيد بن جبير قال وحين قلت حانري لابن عباس عبد الله بن عباس هل لمن قف مياي أسق ناطي قتل الدليل مؤمنا قف مؤمنا متعمدا استقع قصدي وكسي من توبة توب مئة سجنات قالوا حلا مايا وقرأت عليه عن كدول أخري الله يا آية عن كدول أخري يا كدول أخرنا سعيد بن جبير وكدول أخرني التي تعطف في الفرقان سورة الفرقان كسوغن أي عن كدول أخري والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قالوا حير آية إلى دمات كيد قالوا حير هذه تنيت آية وآية مكية مكة لونس بي ومكة كسو دكتي نسختها وحان نسخ دي آية آية مدنية مدينة لون نسبي ومدينة كسوة تكتي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها أيان سختي أيولا يا عبد الله بن عباس لكن أذكر عظيم يا الله يا حق اسكريك حديث أفر الجزاد بقول إليه إلا ثانده حديث صحيح قال الإمام ونسأل عالمة الأخبرنا قتيب بن سعيد ابن الجبين من طريف البغلاني وثيقة ثبت قال حدثنا سفيان ابن عيينة سيد أوكل ويان عن عمار الدهني عمار بن معاوية الدهني وصدوق عن سالم بن أبي الجعد وثيقة وكان يرسل أنا من عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سئل وحال ويدي عمن قف قتل دليل مؤمن قف من متعمد حاله وقصدي ثم كذب تابته وكان وآمن أله من يعمل صالح عمل سوما الله ماذا ثم اهتدى كذب من هنوري فقال ابن عباس حيري وأن له توبة توبة حق يقول سورة حقو توبة كيلي سمعت نبيكم نبينا أيان كم أقلي صلى الله عليه وسلم يقول إسقى عليه الصلاة والسلام يجيء وإيمانيا قفك مقتول كها متعلقا حاله كل جن بالقاتل قف الدليل سوى كل جن أي إيماني تشخب أي وليبة أي برقريس أو دائسة تشخب أي برقريس أو داجه هل بوليال كيسة دمن ديك أي برقريان أي محيو إيماني يقول ما كذب منه حولي قفك مقتولك أولا دلي سل وحد ويدس هذا كان ربي ويديه فيما قتلني محيو قد دلي قالوا حيري ثم كذب من قالوا حيري والله الله أنكر أرتين لقد أنزلها ألو سجد سبحانه وتعالى وما نسخها موسى النسخين ربي سبحانه وتعالى أساس الإمام حبر الأمة ترجمة القرآن من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه قفل زداد بقول يوم وحان هوري وشاقري ونقول لنا إن مسألة إذا عبد الله بن عباس صحابة النبي يكون راعين عليه الصلاة والسلام هذه قفل زداد بقول يوم تضوي اللي احنا القواعد سريعة وحويا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سوما معروف لنك بقولك نفودي لقاوي خلود كبركة محوها لك الله وخلود أو محددة
إلى عقوبة كذا ما توه خلود كألا بقى يبودا ماشان واتكواري إذا حبسي أتكوري أتكواري مرك اللي غفك حلاقي والله واتن سنة أما تمن سنة إن حبسي اللي جلي غفك سوما أتكوري ماشان أتكواري ساس الذي وأنا شان سنة أما تمن سنة منه وخلود أبدية منه وخلود مرحلة ومدة كحرم مرك عقوبة خلود كم عليه خالدا في هذا وكوار هذا وأد بنت اللي أد بينا يوم حوا ماشي لسومرنا أي إن هذه لا يسكر أفنح بكم سبحانه وتعالى كان رالي قرية الجنة سيئة كان الجنة سيئة وذي لو عذي لي أتبال لفتك هذا نارة قل لهيدي نارتي أكاع في جنة قل كان محوها كدرين أصلا جنة هقل وذي مدى في العقرية وران سانو سومرني سومات دوانيسي أن يبوء بإثمك بإثمك وإثم صاحبك سوسوان مرن سيدي وكلاويا وأي حديث كفركم سيدات بقول إيوه إيه طلبي اللي احنا هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي علمت الأخبار إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واثقة ثبت فقيه قال أنبانا النضر بن شميل المازني واثقة ثبت قال حدثنا شعبة إمامك عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس ابن مالك واثقة قالوا في سمعت عن كمال أنسا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول إسحاق ولا يكمل قلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك الوحي لي حديثك التحويلي والنائم عن دونه متنجي وأخبرنا وحنور ميور الباب النساء رحمة الله محمد بن عبد العلاء وثقة حافظ قال حدثنا خالد بن حارث الجيمي قال حدثنا شعبة وإمامك عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي نبي نحكي رسول الله قال النبي نحجيري الكبائر كبائرته الكبائر كبائرتي الشرك بالله ويان والله الله شريك يلو أحلى لو داجيو وعقوق الوالدين لبدا لو عاسيه ويان اي وقتل النفس نفت اولاد له الا بالحق يا كجرته اي وقول الزور اي هذلك بنتا اي بلنت بنتا اي مراته بنتا قول الزور ساس اي النبي صلى الله عليه واله وسلم مركا قتل نفسك مركا نف ان لا غويه وهي كميت كبائرته اد كوين او الله سبحانه وتعالى كعرونا ونحرنينا حديث كفر سداد بغليو سدادي اللي احنا وحديث صحيحة قال الإمام نسي عالمت الله أخونا عبدة ابن عبد الرحيم المرزي وعثي صدوق قال أنبانا ابن شميل ونظر ابن شميل وثيقا تبطئة قال أحد الشعبة قال أنبانا فراس ابن يحيى الهمداني وصدوق ربما وهم قال سمعت شعبي عام من شرحيل شعبي وحاويا تابعي واثقة فاضل وياني مشهور عن عبد الله بن عامر العاص رضي الله عنه عن النبي نبي حجر رسول الله قال النبي نحيري الكبائر كبائرته الاشراك بالله ويان الله وحده لا وداجيه وعقوق الوالدين لا وداجيه وعاصي ويان وقتل النفس نف الذي له ويان اي واليمين طر الغموس يقفك تنبسه وذنبك اي نارته كرده ومحو دارته بينته وقفك حق بني ادم انك غوسته ومحو هو دارني اما اسو غي قفك له هذه كفر زداد بقول يوم سجالي لحدنات وحديث صحيح قال الإمام النسي علي رحمة الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلام الهاشمي ولهم ولا بأس به قال حدثنا إسحاق ابن يوسف القرشي وثقة الأزرق ويان هاي عن الفضيل ابن غزوان الضبي وثقة عن إكرمة مولى عبد الله بن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني مزنيستو العبد أدونك حين قرت يزني وزنيسني وهو إساقنا مؤمن ومؤمن يهي مزنيسه وفق مركون زنيسنا مؤمن معهن حالك وزنا ذا كجرة إيمان ماشا ميله ولا يشرب الخمر خمر معب حين قرت يشربه وعبي وهو مؤمن إساق مؤمن معبه ولا يسرق محضه وهو إساقنا مؤمن إساق مؤمن وحمحضه ولا يقتل محمدله وهو مؤمن إساق مؤمن حديثاً أما حديث كان زانيجي هي خمرتك يا عبي هي وحوي ينقفك وحضي هي قفك الدلي وأفر تبع كبائرة أي النبي قال عليه الصلاة والسلام حولي قفك مركو هوش أي ذا كجرة أما الزينة ذا كجرة أما دلك كجرة أما بقى خمر عبيتان كجرة أما وحوي ين توجني ماذا كجرة مرك أي إيمان إسق اسمها يان إيمانك علماء مركو أسكوها يانو مجالوبيا لذلك قال يها لو يقال وعيديه خوارجته يقول يها يرد معتزله خوارجته عيله قف مركو دبيغا اسكو دعه
ورجع له خلاص التكفير بالكبيرة قفك ذو كبيرة ما بكون عوض رجع له كوا لفتر كوا ذا معتزيل ذنا سيدا سوكا إليه هنا وحويا هذا مر بكون عدم بجاس ورجع له بأدونك وقال لكن آخر ما كلا قاله ففي منزلة بين منزلتين يا قال لي زلمة ولا حياة أدونك وقال لكن آخر ما كلا قاله وحويا منزلة في منزلة بين منزلتين ثلاثة إشياء جيّر على العموم مركا وعيدية اللي هذا قليها حديث يا آياتك النصوص تا جودي جاه مر بعض يسوع مرة أيجا لو ما أيجا يوقف قرطة لو جين كو هري ولا قد بقية وعيدية لو يقنع وعيدية يا لو يقنع خواريس تيجي معتزلا مركا قليها سوى كده جينا وحيلين حديث كمركا ظاهر كيسا زنقادنا هنا إيمان إسرائيل ماشي ما بتعله لكن علماء أهل السنة والجماعة وحيلين أولو هم ين قليها عند مرهن مرهج هم ين مقعص مقع لب اللي قيسي ودعه وياني أهل السنة والجماعة وحويا وطريقة الصح ده وحويا نبي جينا عليه الصلاة والسلام صحابتي سأي مرين أهل الإسلام كأي مرين قليها محوها قبور تدل جوغو وحويا إلهي قوذبة هلمامي مالو جر حتى أنا فهم سنين ولقي إيه الله كالساري واي وكوار يرسن كو أيق أهل السنة والجماعة مقعص مقع ذن كنان بيهون هبا يلا تشغلكم لهم سنان وحبك مؤقا جماعة المسلمين أحبك ما أقول مركو أمر لنسن أو بهن دعوة التوحيد إلا جارسي توحيدك ما هن بتعي سنة إلا جارسي توحيدك أو بهن إلا جارسي كويه توحيدك يا كخلدن إلا جارسي أو بهنين لأن غف كله حاويان وح على وح إله الله لا لا هذه لها أردن ولي وكنسو أنت صار وتصدق ليس أنت كان كهذه أي وحص أين هين توحيد كبح مع توحيد كبح نغني حقوق الله أردن ماشى أسقوه ذكي الله المستعان مرك أهل السنة والجماعة حقيقة إيمان كيس وناقص الإيمان إيمان كيسي أي أنت تبر بيلي تبر بيلي تبر بيلي يقول كي يلقو إن هذا معاصدا دفعيه اسكر ريبه وأوذي واي ما قرأت هذا كبس وقات واردية الباب كويل واردية مركة وانين يرحوقا تطنة لكن وحاولي ماذي لمنين وكحوق بدن وإذا بقدين أيان أما هو حاويان وحنون صديقه وقنا ذي هل لنا مركع سقى تكعين كر لها ما تكرتور لهاي أي هل فركتوري وحنون صديق مكت مرك إيمان كواساس إيمان كمركع قوي هاي مع صدق سقى محمد سكع عليني إيمان كزكاء عليني والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم مرك وحاويان قفكم مؤمن كمركم النبي كان تلمام عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء سومين مركو عن كل جذا إيمان كمرك حوج بناي والدفاع يا ضعيف مرك معصية كستة يبيد عكستة إيه محوها واحد كستة حنبة تبرز كي اللي مرهن وتتقبل لذلك مرك أردتك على كيسان وهذا معاصي كل عيان وقار لجهريان ومحوها وما إلى ذلك وحاو إيمانك يا ضعيف ماشي كما بيحن إيمانك ويا لا إيمانك ويا لا أدي الله بضل ما رنت أيضا ومحوها وحيابها ما رنك استدعى كم دهنا ويدين ويهين ونين هذا خبري هذا النبي كان عليه الصلاة والسلام العيني ويقال له عنجرين كي أهري بري دنمارك أنك جامعة ما تحديك عنجرني أيها وحي سوق قارتي خبره إن نين صوماليا ومحوها بار كجر وخمر عبه النبي عليه الصلاة والسلام يقول عاي ووحيد الله سوق هذا مركز وطلد قوتي وخمرتك عباي وذاتك مركز قوي إنك عاي تماي أي محوها من النبي عاي نيسا فش 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 ماشي محوها رقي والله ده قال يعني خمر وعبا مع ذلك درى إيمانك ولي ما دي من وحبا كنول سمجد مركز إيمانك علماء ذلك هلا يا المركز إليهن وهو مؤمن أهل السنة والجماعة طريق وضو حويان أي كامل الإيمان إيمان إسرائيل ماذا كبحي معنى إذا ما إيمانك أعطرنا يا خد انتماهن لكن إيمانك أي ضعيفي والتبر بيلي ومرك خلاص قارنوا إليه مايا إنتو متلبس كيهد كجرة حمانة إذن هذا أي إيمانك لقى قادي حق أي لقى حق مركة مركة يحلق أي إيمان مجرم حق لقى كذبين مركة بلبان كبحب حوض محوانا كبحة كذب إيمانك لو سعليني ساسنا قاربا محوان شاك والله عالم وأيه
انت وحروقه بقوه بفضل من ربنا تبارك وتعالى مشوار دير هي سفر دير انكسو جرني كتاب القسامه ولكن امامك عليه رحمه الله كتاب القسامه بس ما هين بط اي نقليه او حويان دياتك هي قصاصتي هي وحبلا ايا مرك ان سو دحجي بحني بفضل من ربنا تبارك وتعالى وانت وحروقه بقوبين عاو حم بالله بينا كتاب عصب اول يراد كتاب قطع السارق قفك توقع إنك عمت لك جرم يباب كانوا بابي أيو كتاب كانوا كتاب يهي وحيابها اللي أبو حكمي ده مركي لقيا رباب الحدود وحدود إن لقوا فيه أما قعان لجرم إن لشيقو أما با زاني محسن إن لقاها لأي نقطه أما بقوا حويان قف قف دي لي إلا دي لأي نقطه وباب كان لسوق هذا مركي بعالم وحلتاقي عسانة أولي هذا حقوق ابن آدم حقوق ابن آدم كي ابن آدم كرت على سوي دين أدون كان هذا الجوجة مسمينين مسوا كلو ابن آدم أجرت كوم المدو ابن آدم ما ميعرت أيك ابن آدم ما يعني مسلمين تيجي ابن آدم ما ميع ها تذكر مدو ابن آدم ما ساس واحد فعلا مركات فيروس مسلم ابن آدم ما حقوق دي من آدم قال لك شاكينا عود مقشين وانين أول له مرقو كسكوسا وهب علوس هايستو دقالا أدقنا هايستو أونا عد يا أونا عد مدو كان مدو أود كسليم وأونا عد حقوق مالها فعلا يعني مركات فيريس هذي تبقوا إيجا هل مقالة أيها لك يا بإن لقد دميه كنقف وهل مر لبربري مقالة كاملها ده كان دا كل قديق الصغير كبير وعلى لك انتقى على معركو هل منظمة وأدونك كسوغان ودايس حقوق ابن آدنا وحلو قيستي فهل قيستي آيات القرآن كان الله دبقي أما حديث كان الله دبقي ننتوقة وصارق أكعال لك جري حقوق دي من آدن كوي حقوق دي من آدن كوي حقوق دي من آدن كوي وروح أنك نقبرا كالكي أنك محوها حقوق كان نقبرا ومدان كان نقبرين معاها محوها أدونك وعجيب ها ها ما قاله هي ها 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 نينك جلبك انت لا ساري ما نفسن كر لها مرك باب كان باب عريقة حتى أن لقلك هنا أبوابت أن لقلك هنا تمدي هيو إلهي أن أواد المسلمين تصير هي أنت مدو مرك أواد مسلمين تي أنت مدو هلان كل يوم ظلمي قاس وين يمحوها أي سوق تان مرك لما بيلد هذا وح هذا هاي صدق كان مدو إيو 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 حتى قالوا إن كان الله يا قالوا مدو قال هذا مرين كوك رأي مالهس قال مدو نبكى هيست يعني والله كيسا ونسكت توجي ولا دير أي غير دوا دبا هيستو دراجي يبلاي إيو موقتها يوحيليه جنين هذه أي محوها أكرمكم الله دباشا سوء رئيسه هذه أي دواق هذا المغلو قفك يرى أرضا ونأتك ذلك قرصنا هو ذنبا ذلك أي وضع إيقا يرحقيس ولك هذا من سوكر يا هذه دبايل أي دواق دواق هذا المغلو ذلك أي لسطحفة ديو ننكو يرى أرضا ونأتك يسوسن دلعسي حقيسا لا إيقا أساق أول أباش دوش لك ساري marko aan kala jeeda waxa wayan ayaga lafta kooda dhiba jira oo yaani ficilan dareeyeliddi la dareeyeli la ay iyo horaan sidii meesha lagu geeyay adoonimada lagu geeyay iyo wixii lagu sameeyay iyo waxay la qabsadeen marka dulligi oo daroogadii iyo gangiski iyo balaayadii iyo wixii iyo wixii oo dhan ayaa marka waa umad marka waraabobay kala waa ya ha marka umad marka taqriiban dugaag noqday waa habka u dhaqmayaan هذا وحنا دللا عسان ركنا دللا عسان إيه تمهن ليدن إيه وحنا أركيسان إيه أنت تبضعوا في الصدق تتك هولهن يعني لوي قان إيه قاب دردي والسخذ إيه المهنة حتى هذا أجل أيام وذاك هم ذو جاء سماه الله كسوق قال عدانكم كويرين ويقمن لكن والنادر مرك مال هوس يجوا قانو مرك مرك قار ساس هو كلا قبسني امتحانه مركو الدفاع ينكون يرا مرك عارق قصبي بس ليه بلاك يقدر دلوقتي محاها مويه مجانس مويه محاها النجا على صعد الجردني
markii meesha la tagay oo busiibooyinka la dajiyay kuwaas aan lagu daray in meel alla meesha ay kuwaas degnaayeen aan la geyn kuwaas ay marka ay lamid yihiin la socda ummaddan hadda alla yaabaysaan gaankas iyo balaayada arkaysaan xaafadahan ladan iyo lama dejinay hadda kaba soo qaad magaaladan aan degan nairobi meeshaan iisheeg majengo soo xaafad ma xaafadan isku raranka oo jingadahan madoobaadi iyo middan inta ku taalla iisheega madhari oo kale dadka jooga oo la degan way ku sahamoobaan ilaa man raxima rabbuka lianna waxaa weeyaan faqrigii kaada alfaqru an yakuuna kufran wa faqrigii iyo wixii daroogadii iyo wixii oo dhan iyo nadaafad darradii iyo ya ha ay ku darmaan حسبنا الله ونعم الوكيل العموم مركب مسألة لكم سابسا قطع اليد وحاويان حقوق ابن آدم كانت تابتين ومحوها لما دينا ايه لكن انا قلنا مين مدينين هنا انا حديث النبي قلنا اي آيات كقرآن كأنا آخرنا صلى الله عليه وسلم هنا انا آيات كقرآن كحديث النبي قلنا عليه الصلاة والسلام أنا آخرنا مدينين انت النور ان شاء الله تبارك وتعالى وهي كتاب قطع الصارق قف كتوقع إنك عندي سلقوا كتاب على كتابي ويان محلو جوينيا وحلو جوينيا ومد كلا يا بتبادي هل قف الدين لجوي ومجالنا هذا محوها أما مال ونكم ده وحاول أنت الدولة الإسلام أي جرتو كدمنا الحق يجي قف كأنه سارق هي الشروط اللي هلو محكمة لجيو محكمة اللي صارت محكمة أي حكم إنك عندي سلقوا وحاول توجني ماذا يا مش كبيح سدا ويان وقف على عقابة يا فردية سيب الشيء ده بن أيو بتباد حد فيري حبسية ده مال ولا بدونك kumannaan ku jiraan maxaa loo xabisaya qaar oo umri xirag qaar la toogan qaar muxuu ahaa cirbad sun lagu dooyay la diri maxaa loo sameeyay kuwa hadda diidan la kariga bulshada lagu badbaadinaya tan oo bulshada lagu badbaadinaya farqi ma lahan tan waa xugun ilaahay oo min allah min as-samaa kuwa aan ku binaadanka u sameystay laakiin waxa la rabaa kan allah in laga dhigo argagixiso in laga dhigo waxa weeyaan laga dhigo xuquuq binaadanka wax lagu tumana kan binaadankana laga dhigo ku muqaddas oo ولا جهل لين حقوق من عندك وافق سن أنتم أعلموا أم الله ميلاه بامحوه علم بدن أو حن يقان مس عندك ابن آدم قال لي ذن أبو رميات كان بدن دين بين أشياء جاية كتاب تعظيم تعظيم السرقة كتاب قطع السارق قف كتوج جوينت اللي جويو كتابي هاي باب تعظيم السرقة توج نمذا إن لو ويني قدام بأد ويني تايل عضي وكتاب كان مو باب كان وباب يويان حديث كفر كن ليح بقول أما تضواب بقول له هي تضواب تناد وحديث صحيحة عديكم أفركون إزداد بقول مية أفركون إزداد بقول هي تضواب تناد وحديث صحيحة قال الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام الربيع بن سليمان المرادي واثقة قال حدثنا شعيب بن الليث ابن سعد المصري واثقة نبيل فقيه قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان وصدوق إلا أنه اختلط عليه حديث أبي هريرة عن قعقاع ابن حكيم المدني واثقة عن أبي صالح السمان الزيات ذكوان وين وثيقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه قال رسول كان حجيري لا يزني مزني الزاني قف كزانيقة حين قرت يزني وزني سني وهو مؤمن يسقى مؤمنة ولا يسرق ما حظه السارق توقي حين قرت يسرق وحذي وهو مؤمن يسقى مؤمنة ولا يشرب الخمر خمرا مع عبي حين قرت يشرب وعبي وهو مؤمن يسقى مؤمنة ولا ينتهي بمبوبة نهبة بوب ذات شرف شرف صاحبه ضع يبلق waliba dadka muxuu ahaa marka laga dhacana day wax sharaf leh oo qiimo leh muxuu ahaa la dhaci oo yarfacu nnaas dadka ay kor u qaadaan ilayha in hubadaas iyo sheyga la boobay absaarahum aragoodii wahuu mumin isagoo mumina markuu wax dhaca waliba wax sharaf leh ummadda aad u jecel yihiin ayuu dhacayaa saa weeyaan mumin ma ahan marka iyada weeyaan xadiid 4800 kow iyo todobaatan oo xadiid saxiixa ma mumin kaamil iimaan ma aha weeyaan xadiidka 4800 kow iyo todobaatan oo saxiix قال ابن مناس علمت الاخبار محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم السلمي واثقه عن شعبه وامامك عن سليمان الاعمش قحاء حديث يوي تحويل امامك علي رحمه الله واخبرنا ام انبانا احمد بن سيار ها هي احمد بن سيار المروزي واثقه حافظ قال حدثنا عبد الله ابن عثمان الازدي وصدوق ما واثقتنا ثقه حافظ ومولاهما ها هي رازدي اي مولوي عن ابي حمزه ابو حمزه ومحمد ميمون المروزي وثيقه فاضل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي نبي نحو صلى الله عليه وسلم قال النبي نحو يري هي عن النبي نبي نحو صلى الله عليه وسلم
وقال أحمد في حديثه لابد إنه حديثك ورسي مت كمدة أي حديث سحقوه لأحمد آهي. قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من محير عن النبي صلى الله عليه وسلم مركا حبك النبي قال له من محير عن النبي صلى الله عليه وسلم من محير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني مزني زاني قفك زانيك حين قلت يزني وزني سنة وهو مؤمن سوى مؤمنة ولا يسرق ما حضه حين قلت يسرق وحضي وهو مؤمن سوى مؤمنة ولا يشرب الخمر خمرا مع عبي حين قلت يشرب عبي وهو مؤمن سوى مؤمنة ثم انت كذبنا التوبة التوبة دي معروضة ومت لصوبا لقي او لوري بعد انت كذب يعني معك هذا اللي زنا معك هذا التوقني مو معك هذا الخمرة مع ذلك انت بقف مركوز سمية توبدي وأول انت هايو هبيني ماني بأفر انت هاي إلهي فضلقي كميته سبحانه وتعالى حديث قفر نسداد بقول يوم الله بيت تضباطنات وحديث منكرة منكرة ومخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه نكارده وحيك شامتنك سيدوك لسنة كان وحيك شاه. قال الإمام النسي عالية الأخوان محمد بن يحيى المروزي أبو علي واثقة قال حدثنا عبد الله بن عثمان الأزدي واثقة حافظ عن أبي حمزة أبو حمزة واثقة حافظ سنة عن يزيد وهو ابن أبي زياد يزيد بن أبي زياد وأنك مرتبة دي سوا حاجة أهو إيش علي كو هي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وحير أبو هريرة لا يزني مزني تزني قف زاني حين قلت يزني وزني سنة وهم من سوق مؤمنة ولا يسرق ما حض وهم من سوق مؤمنة ولا يشرب الخمر خمرا وهم من سوق مؤمنة وذكر وحشك رابعة فنسيت وانه المامي فإذا فعل ذلك أرنك هدو السمية خلع وحوسي بي ربقة الإسلام إسلامي ماذا عمامة ده أما با تصبح هذا أما با ماذا حقش يجيدي أيو من حنوقي قورتك سيبي إسلامي ماذا تصبح أما با وجرتي قورت أصارني أيو محوها يلقى بحويان خلع وحوسي بي ربقة الإسلام إسلامي ماذا قور حرك يدي من حنوقي أيو محوها كبحيي فإن تابها دوت وبكير تاب الله على الله كتاب أقبلها حديث مركب وحويان ومنكر منكر ويان محي إلي فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه وقالوا بعمل وبمكت ومشكلة تاس حديث أفضل مزداد بقول يوم سدحي تضباطنات وحديث صحيحة. قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن مبارك المخرم واثقة هي. قال حدثنا أبو معاوية محمد خازم الضرير الكوفي واثقة أحفظ نزل حديث أعمش وقد يهم في حديث غيره. قال حدثنا الأعمش حاء وأنبانا أحمد بن حفظ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لو ينهن على السارقة قفك توقع يسرق حذي البيضة وكن أي حذي فتقطع حال قوين يدوك عن ديزا ويسرق الحبل حرق أي حذي فتقطع يدوك عن سيئة لقوين يعني بيضة وكنت لفتر كذا لو نجد وحير أي حذي ألا نجد محي لي نسابك قفك لقو قوين وهدو حذو وحويان انت لقوين ولسكوك الأسنين لكن وإن قيمة مجن يعني شيء كان ترسيقة أما بابا حوياً قاشانك قيمهيس أما دور محوها دينار قيب كميدة إنه ينقطة وياً بابا امتحان السارق قفك سارق أنك هذا ما دام أي عد قويني أين جرن هذا وقت سيكبسي لومنين وقت هذا لهنا قرسيو بابا امتحان السارق قفك محوها توقع امتحانك لا امتحامه بالضرب قراء والحبسي حبسي إن لقليو قف توجة، أما توجن مين لو قلته مي، ما الله حبيسي كره، وحبس ما ليه كراسي، لو غش يكسيه، أما الله جرائي كره، ما العقوبة دين كره، يا دم باريس ما لو سمين كره، حبسي كها، لكن إن الله جراعة، فلسكوها يا، حديث أفرج زداد بق أفرج زداد بقولي أفرج تضابطنا ده حديث حسن، قال الإمام النساء علي رحمة الله أخبرنا أصحابنا الرحيم الحمد لله، قال حدثنا بقية بن وليد الكلاعي وصدوق كثير تزيد على ضعفاء. هي. قال حدثني صفوان ابن عمر السكسكي واثقة قال حدثنا أزهر ابن عبد الله الحرازي وصدوق عن نعمان بشير أنه نعمان رفع وحوكر يلي أنه إسقي أنه شاني ويان أنه شاني رفع وحوكر يلي إليه حقيسة نفر كح ومن الكلاعيين ريك محوها كلاعة أن حاكة كوا فرسميقان سرقوا حي هذين متاعنا رباي هذين فذاك فرسميقان قا هذا لفت كذا من قريها تذكر السنة إبابك هذيو سميت كلا جحضاء وبرها لجحضاء
وحويان قلبك يحكون إنسان على جحده أت بيس كنترولر وحويان ولا باري مركي بحيان قلبتي على باريو مركي سوقان على باريو مركا وحويان قفك موقت يرقاون أما أردا غالبا وحب على قطومي يا والله يا طبعا سرقوا متاع بي حدين فحبسهم وحبسي نعمان بشير أياما ما لم يحبسي ثم خلى سبيلهم وإسكسي دي فاتوا أي مدن كلاعين تأوي من مركن عمان لا يمد رج لوجس ودعوذي والرج على قطون سنة أي الله كي أنا مركو دور معلومات هاي وإسكسي دي نعمان كليب حكوا عدين موقتا فاتوا أي مدن كلاعين تدعو سود دعوذي فقالوا حيلا خليت وديسي سبيل هؤلاء كون جدك ذا سيدا يسوي وفرات كرب حضي بلا امتحان أذون حوها مرمرين أما ما أنا حوا دب بارسك سمين ولا ضرب أنا قراعين ماذا قراعين منك دب بارسك ماذا سمين بس كسي ديسي فقالوا معه حيري ما شئتم ما حد دونتين أما شئتم أما سيدا دونتان وا سيدا دونتان يليوا ما شئتم سيدا دونتان أي أفعلوا عن سمين ما شئتم حد دونتان إن شئتم أدي أدي دونتان أضربهم وأن قراعين كو فإن أخرج هذا صوصار الله ولا وين متاعكم ألبتينا أو قراعة أرجع قراعة وصو بحه أو أيجي حوله اللي يقوله أي عداته فذاك ده ما بجره فذاك فالأمر واضح وياه حالته واسك عدد إشكال ما بجره وإلا هدي إيرات صبيح ويده أو قراعة وحبسه ساري وياه ورجع حل واحد إلا وياه أخذته وحنك قاضني من ظهوركم ده بركينا مثله استوى كله قراعة عن قراعة أذين كانوا أيضا قراعة نبيك مساكين تعب حلاو قراعة إن حوله أي أيضا هدي حوله لقوا أي مرك أذين كانوا وحمه ولين كذا قصاصيه ولا من قراعة كو قالوا حيلا من هذا حكمك أرين كان هذا تسمين إذا محون كذا ما أذى قال واحد اجتهاد كذا كجاسيو حكم هذا حكم تمية قالوا حيلا هذا أرين كان حكم الله عز وجل إيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحون قال إيه حكم رسولك صلى الله عليه وسلم يعني حكسون أغلينا يا نبي عليه الصلاة والسلام أرين تأيضا مركا قفكا توقع إن مركا عديب وحي علقوه من إن لحبسه أو لغا شيكسيه يسوى إلا عذاب أو إلا عقاب صح لكن قفك إن لعقابه ووحينا علقوه هينين ولقوه من بينا لقوه هينين أرنت أساق والدي إذي أدي مركا عديب لقوه عقابنا وقفك أمبري نغضنا أديك أنا وين لقوه عقابه ساس وحكمك نعم بشير وحكمي الله إي رسولك سنة قبان أوشاقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه كذلك وهي حديثك ما هي أفركون يوم سداد بغل إيشاني تضبعتنا ذو حديث حسنا قال الإمام رسول الله تلاقون عبد الرحمن بن محمد بن السلام الجمحي على باس به قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت ربما دلس قال أخبرني ابن مبارك وعبد الله بن مبارك ويان عبد الله بن مبارك وإمام قاعد تقنين الإمام حافظ بن حجر حوليه جمعت فيه خصال الخير تلمامها خير كورتن أي لاك كل مي جهاد نقطيا حج نقطيا صدقة نقطيا علم نقطيا عبادة جودها نقطيا من ولبا إلهي بك كل مي سبحانه وتعالى عبد الله بن مبارك المروزي وايه عن معمر راشد الأزدي رأي مني عن باز بن حكيم القشيري وصدوق عن أبيه أبيز وحكيم بن معاوية وصدوق عن جدي أوجس معاوية بن حيدة ابن معاوية القشيري وأصحاب جليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس الرسول كان وحوها بسين ناسا في تهمة تهمة وحبال قد تهمة إناي ازدام مريان أما وح إناي سمعين وأن نبي كان وحوها بسين عليه الصلاة والسلام حديث أفرق سداد بغليو لحي طلباتنا ذو حديث حسنا قال الإمام نسي عالم تلاخبرنا علي بن سعيد ابن مسلوب بركندي وصدوق قال حدثنا عبد الله مبارك وإمامك عم عمر رشيد الأزدي عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بوحبسي في تهمة تهمة ضرت أي نبي كان وحبس عليه الصلاة والسلام ثم كذبنا خلى سبيله جدك سيدي يعني وإسكا سيدي نبي كان عليه الصلاة والسلام باب تلقين السارق قفك توقع إن لوضه تلقينك يعني إن ساس أهل ده مساسا إلا ده أوكال تلقينك وعويا مساسا سي لوجه المخرج وكبت بادو تتكار موقتا ولا يكاد يبينه ولا يكاد يبين قفكي حجيز لم بحكر قف بامركي انت انا قف يسوي ماذا ولا وريستا وجريني قفكي وسكو دردر سمي تتك سكو نوع ماها وحالقيا با استقع انو فرنح وكد ابن حق استقع انو قولها اندوش اصارتو
كي كلا نمحوها افتهن توجة أو حاويا به بهلا إنه يهيو أو نينك ترى رالقيا با مركب مركب أروح أضبها هنا يوم مساز مياه هيد وحنا نقرني زمان هين إلا ده إن أضبها ده لقيا بارين كسرنا إيمان دونا إن شاء الله تبارك وتعالى حديثك لكن وحديث ضعيفة هذا يفرق إزداد بقليه تواري تضابط هذا حديث ضعيفة قال الإمام نزل عليه الرحمن سوي ابن سلم رزق وثيقة قال حدثنا عبد الله مالك وإمامك عن حماد بن سلمة وثيقة عابد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وثيقة الحجة عن أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري ومقبول عن أبي أمية أبو أمية المخزومي القرشي وصحابي جليلة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي وحلاك بلس بلس توك يا الله كني اعترف قرت اعترافا قرشو توك لسوق بطي أو وحي لسوق بطي اعترافتي أما أقول هذا أي رسول كان الله عليه السلام ولم يوجد معه متاع ألعبنا أنا الوهل ألعبت معها عدين تأهل لي لقومها لكن توقني مدي إنه توقي استأيو أقل هذا أما وحضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك كوما ملاينا سرقتنا هذا وحضي ورنيه ما دام ألعب بعد وذن إن هذا وحضي كوما ملاينا وأي قالوا حي بلاها إن أحد الإسكلاف وأن حضي وأن حضي وأن حضي وإيهن قالوا حي اذهبوا به لتقع فاقطعوه قوي عندي ثم جئوا به كان اللي ينقفك حتى حلو فيك على بشيء إن بينا إمرقاتي سليم هو عد أو شروط أو أفسد الله يرو إيوه أما با إنو أساق قرته وعني وحياوه أو سريان وقفك وقرالك إنو حان قرته قف إن لا كورنتو لقود جي أو لا عذابه أو ساس هذا اللي قوي يرسي كاس قرال ما يرادو سيدا ويان فقطعوه عمدي كسو جرين ثم جاءوا به نبي أوكينا صلى الله عليه وسلم فقال له حكوه رسول كان صلى الله عليه وسلم قلوا حتى لا أستغفر الله الوين عند مدافع ذي سنة واتوب إليه وأنتوا بكيني فقالوا حير أستغفر الله واتوب إليه الوين عند مدافع ذي سنة وأنتوا بكيني قالوا حير اللهم توب عليه الله كتوب أقبل لكن حديثك ضعيف باب الرجل نن يباب كانوا باب يتجاوز اسكبا فالسارق قف توقها عن سرقتي وسرقتي وحو حضي بعد أن يأتي به الإمام مركو إمامك إنك مدحدة يسوقها زي كذب أوكينه إيوا ذكر الاختلاف يعني اختلاف خلاف شيقتان لشك على عطاء بن أبي رباح في حديث صفوان ابن أمية فيه حديث صفوان بن أمية وعطاء بن أبي رباح وري خلاف كرواده اسكو خرافين شيقتان لشك يو يسنا قدار كرع سنباب كوي حديث كفر سداد بقوليو سداد تضبط ناد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي علي رحمة الله أخبرنا هلال ابن علاء الباهلي وثيقة قال حدثنا أبي أبيس وعلاء العلاء بن هلال الباهلي الرقي فيه لين قال حدثنا يزيد بن زريع وثيقة ثبت عن سعيد ابن أبي عروبة عن صومر عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري عن عطاء بن أبي رواح عن صفوان ابن أمية القرشي الصحابي ومن المؤلفة قلوبهم وقلوبهم ويان أن رجلا با سرق هذه بردة قع أما ما رأي حضي له سقى أن رجلا سرق وهو هذه بردة مرأ له صفوان وسوناتي ضمير حول الله بني صفوان ابن أمية فرفعوا إلى النبي نبي يكر صلى الله عليه وسلم فأمر رسولك حفر عليه الصلاة والسلام بقطعه إن أمن لقوية فقال يا رسول رسولك الله قد تجاوزت عنه وانسكت عفاي صفوان يا عليه وانسكت عفاي لنك هديبك عن تلك وانا حريست فقالوا حيري أبا وهبي أي يا أبا وهبي يو أفلا كان محوها وي قبل أن تأتي لبي انت نوكا نوكير انكهر ونسوكا انكهر محيوها ويدا اسكي عفين ويدي لأن مربها دي قضاقة اي أرن كان قفك حدك قلي ومحوها حدود إلهي قرريي إمامك الله كان حاران وي لما أقرأ إن لطافه لكن انت كور رئيسة وحاول يعني قف إنه إسكلاف مركز كوارة توجني ما دينا فراك الله بحضر وهذا يكون جوكت فقطعه رسول رسولك الله وقول صلى الله عليه وسلم حديث قفك وزداد بقوليه سقالي تضباطنات وحديث صحيح قال الإمام نسأل عن تلقمنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وإمام أحمد أيار علي هي قال حدثنا أبي وإمام كأتقاني إمام أهل السنة رحم الله الجميع قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع الحجازي مقبول وين عن صفان بن أمية أن رجلا ما سرق حضي بردة قو فرفعوا إلى النبي نبي يكرر رسول الله فأمره النبي حفر بقطعه إنه قويه أما لقويه فقالوا يا رسول الله قد تجاوز عنه أسكره فقالوا حيري فلو كان هذا أهل هذا كان قبل أن تأتيني به يا أبا وهب أبو وهب وإنت ديك إن كورا دي أهل لي وفعنا الله أما ويلي لهني فقطعوا رسول الله نبي قال وقوي صلى الله عليه حديث وصحيح صحيح ويان حديث كنا حديث قدامي عشر كان إن شاء الله تبارك وتعالى عفوا سداد بغلي سداد تناد وحديث صحيح ما قبله حديث رأي صحيح كنا قنية محيل ومرسل أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم أيور الإمام النساء عليه رحمة الله واثقة والمرز واثقة قال أبانا حبان ابن موسى السلمي واثقة قال حدثنا عبد الله ابن مبارك وإمامك عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رواح أنا رجل بسرق حديث ثوب المرحري
فأتي برسول رسولك أي الله كان صلى الله عليه وسلم فأمر ربي رسولك حفري بقطعه إن لقوية أما أقوية فقال رجل كحيري مرض لها يا رسول رسولك لو هو له مرض إسكا إسكا وانسيي قال حيري فهلا قبل الآن هذا كرم حدو يلي ويدي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الرسول مصطفى.